أحد المؤمنين يقول يصير واحد يخلي على الشعر مالته مواد دهنية وهذه هي حاجب الوضوء، تشخيصها هاي للمكلف. الدهن المادة الدهنية إذا كانت تمنع من وصول الماء إلى الشعر نعم يعتبر هذا حاجب. إذا شككت أنه هاي المادة تمنع من وصول الشعر، المادة الدهنية تمنع لو ما تمنع، إذا شكيت أيضا في هذه الحالة تجب إزالتها. إذا لا أنت متيقن أنه هاي المادة الدهنية ما تمنع من وصول الماء إلى البشرة، في هذه الحالة لا تجب إزالتها.